الرئيس نبيه بري وجه لكم رسائل حكوميه واضحه بذكرى تغييب الامام موسى الصدر. اللي سموا الرئيس مئاتي هن واجباتهم اليوم وشغلتهم يضغطوا عليه. حزب الله وحركة ملاثونية أشياء طبعاً. حزب الله شو عم بيعمل بهالملف؟ عم بيحكي مع الرئيس مئاتي أنه عليه أن يفكر جدياً بالاستعجال بتأليف حكومة. ونبيه بري شو عم بيعمل غير أنه بيوجه لكم انتقاد واضح بموضوع الوزارة الستة وتجربة حكومة تمام سلام وإلى ما هنالك؟ تأليف الحكومة أهم، يعني أنه نألف حكومة أنا برأيي أهم من هودي الصراعات اليوم اللي ما رح تزيد ولا رح تقدر. ليه ما بتكون جايبوا على رئيس نبيه بري بالملف الحكومي؟ ما بدي احكي عن الكهرباء، بس ليه ما بتكون جايبوا على رئيس نبيه بري؟ في جو واضح انه واليوم نقلته الديار انه ما بتكون جايبوا على رئيس نبيه بري من انهار ذكرى التغييب لليوم. لا، بعتقد انه ممكن الوزير باسيل هو يكون عنده جواب ببحر الاسبوع المقبل. ولكن نحن جاوبنا بالامور اللي طبيعيه، يعني انا امبارح حكيت وفي غيري من النواب حكيوا. حضرتك انسحبت ورجعت. انه اليوم ايه؟ انه اليوم ذكرى تغييب الامام الصدر ذكرى لكل اللبنانيين، لانه شخص الامام الصدر كان شخص جامع لكل اللبنانيين. ما ممكن نستغلها لخطاب كراهية وتفرقة وتشنج. هيدي الذكرى كان مفروض تكون ذكرى جامعة تجمع وتوفق وتربط أكثر فأكثر بين اللبنانيين، لأنه هيدا كان مسيرة الإمام الصدر وهيدا هدف الإمام الصدر. وبالعكس مش بس داخل لبنان، كان يعتبر المسيحيين رسالة للشرق وللغرب وللتواصل مع كل العالم، لأنه هالقد كان منفتح وهالقد كان عنده تواصل وهالقد كان مهتم بالحفاظ على كل المكونات اللبنانية أن تكون مجتمعة لبناء هذا الوطن، وبيعتبره هذا غنى لبنان اللي بيفرق بالمنطقة، انه وجود كل هالمكونات ولازم نحافظ عليهم ونسعى انه جميل جدا. هذا الامر جميل جدا، بس في رئيس بري ما اخذ الذكرى بغير اتجاه. لما ناخذ هيك ذكرى بغير اتجاه بيكون المشكلة بالشخص اللي اخذ الذكرى. نحن لما توجهت لنا الدعوة رحنا بكل صدر رحب لبينا هيدي الدعوة، كان في عدد من الحضور من تكتل لبنان القوي. حضرتك مثلت الوزير جبران باسيل. نعم. فاليوم هذا الحضور اللي كنا نحن موجودين فيه بأكد انه نحن صدرنا الرحب وايدنا الممدودة للآخرين كانت موجودة. كيف تعاطى معنا الآخر بينسأل، هو بينسأل ليش تعاطيت مع ناس انت عازمهم يجوا لعندك بهذه الذكرى بهذه الطريقة. وكل شغل انقالت في جواب عليها، يعني سهل جدا، يعني اصلا كان الخطاب في كتير تناقضات، يعني ما فيك بالآخر يطلع انه امريكا ما عم تعمل حصار على لبنان، امريكا عشوائي دولة صديقة، امريكا نحن وياها لازم نتفاهم على الحلول، ويطلع المشكلة كلها بالهيئة الناظمة. يعني لا الرئيس بري بيعتقد انه هذا هو خطابه الطبيعي، ولا جمهور المقاومة اللي كان حاضر يقبل هيك نوع من الخطابات، انه بتطلع بالاخر مشكلة لبنان بالهيئة الناظمة وانه الامريكان ما عم بيعملوا حصار. لا، ما خلوكن بشعار ما خلوكن يلي رفعينه يلي رئيس نبيه بري اعتقدوا بشكل واضح. صح، هذه المرة صح مزبوط. صفر كهرباء ما خلوكن. ايه شوف، ما هو في نقطتين هون. في اول نقطة محاولة 3 سنين ما خلونا وكأنها شيء عيبي. أنا من أول نهار كنت عم بقول من الطبيعي كل إنسان بيكون تكتروا عليه كل الموجودين تيمنعوا يعمل شغلة اسمها ما خلونا. نحن كنا مختلفين عن بقية الطاولة الموجودة لأنه كانوا كلياتهم شركاء بالمرحلة السابقة، ونحن اللي اجينا جديد فحاولنا نعمل خطط واستراتيجيات ونبني صورة جديدة عن الوزارات بلبنان. ما خلونا ومنا مستحيين فيها وما معتبرينا أنه شيء عيب، بالعكس نحن بنقولها بكل يعني بكل هيك صورة واضحة بأنه هؤلاء المكونات اللي كانوا على طاولة مجلس وزراء حاربوا كل الخطط والاستراتيجيات تبع تيار الوطن الحر وما خلونا ننفذ ولا واحدة منها. بس السؤال اليوم الطبيعي، طب مين ما خليهن هني من 90 لل 2010 لقبل ما نجي انه يعملون كلياتهم وما ينطرونا اصلا انه نحاول نحن نعملهم؟ مين منعهم يجيبوا كهرباء 24 على 24؟ مين منعهم يعملوا طرقات بلبنان توصل لبنان كلها ببعضها، شبكات طرقات، مع انه وزارة الاشغال كانت بين ايديهم على مدار 20 سنة وكان في مال يكفي لبناء لبنان 10 مرات؟ مين منعهم يبنوا مستشفيات حكومية؟ مين منعهم يعملوا مدرسة رسمية؟ مين منعهم يقووا الجامعة اللبنانية؟ مين 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 قديش بدك مين بكل الوزارات اللي كانوا
حكمينا من 90 ل 2010 قبل ما يطل التيار الوطني الحر ويدخل على الحكومات. مين منعهم يعملوا شبكه اتصالات؟ بتحكي عن وزراء اللي كانوا لرئيس بري، عن كل اللي كانوا حاكمين، عن كل اللي كانوا حاكمين، عن من ميشيل المر لرئيس بري، كل اللي كانوا حاكمين بفتره الوصاية السوريه وما بعد فتره الوصاية السوريه قبل ما التيار الوطني الحر يدخل الى الحكومات، مين منعهم يبنوا لبنان الجميل اللي نحن اجينا بفترتنا وبلشنا نشوهه، اللي كانت الكهرباء منوره كل لبنان ونحن بس اجينا طفينا عن الناس الكهرباء. في هن منعوا، انتم منعتوا، بس انتم حطيتوا ايدكم بايدهم وكفيتوا عادل. نحن حطينا ايدنا تنبني، عرقلونا ومنعونا نبني، كرمال هيك نحن بنقول حسن عبد الله بنبني مع حركه امل يلي كانت موجوده بالحكومات والسلطات، جورج عقل بنبني مع سعد الحريري يلي اتهمتوه بالفساد، بتبنوا مع ميشيل مرتضى بتحلفوا معه. يا جورج قبل ما جزء قبل من هذا البناء تسمع وتندمج بالخبريه، هودي مش تندمج، انا عم بسالك، هودي اللبنانيين انتخبوا من الشعب اللبناني يتمثلون في البرلمان ويتمثلون في الحكومة، شو بتعمل فيهم؟ تكبهم بالبحر؟ هؤلاء من انتخبهم الشعب اللبناني لهم رصيد بشارعهم، موجودين مجبور تشتغل انت وياهم. ما بقى نعيد هيدي الجمل الكبيرة على اذان الناس والناس تسمع وتقول ايه كان لازم، شو بنعمل؟ بيجي بالتيار الوطني الحر بعد 2005 بيقول تشتغلوا انت وياهم بس تتحاصصوا معهم. انتصرت انا بخياتي ولا بمطرح نحن محاصصين معهم بتوزيعات الإدارية بوظائف اولى. اكبر دليل لقديش نحن كنا ولا مره قادرين نتفق هي معركه جزين الاخيره، يعني انه ما قدرنا حتى نقبل بعض بلايحه واحده، يعني ما نوهم الناس بانه نحن ولا مره، نحن معركتنا كانت حتى بداخل الحكومه، ولكن هيدا لبنان وهيدا تكوين اللبنانيين وهيدي هي اتفاق الطائف وهيدي الحكومات التوافقيه، هي هيك كل انتخابات شو بينتج عنا؟ بروحوا بفوتوا على مجلس النواب ومجلس النواب بفوتوا على الحكومه ومجبورين يتعايشوا مع بعضهم، بترفض بتقبل بتقاطع بتمانع كل شيء، بس هيدي هي صوره النظام اللبناني اللي عم نقول نحن انه هيدا النظام صار فيه خلل كتير كبير وصار فيه امور كتير كبير فيه مفروض تتغير من هالنتيجه اللي الناس عم بتقولها. طب كيف بنعمل؟ بنقول لهم بدك تغير بالنظام. النقطه الثانيه اللي يا ريت كمان نعرف شو الجواب عليها. تصور انه اليوم كلام الرئيس بري بالخطاب وكأنه الرئيس بري لم يشارك بأي حكومة من سنة 90 لليوم، يعني عم بيهاجم الكهرباء وكأنه هو ما كان قاعد بالحكومة، ما كان عنده وزراء مالية على مدار 10 سنين هن بيعرفوا الشاردي والواردي. بعدين دخلك وضع الاقتصادي والدولار 1005 وزير المالية ما بيدخل فيه انه في مشكله بكهرباء لبنان لانه ما في مزود، مش من وراء نتيجه سياساته الماليه والاقتصاديه اللي وصلت لهون؟ وين كان وزير الماليه من 10 سنين لليوم وقت انعمل كل الاجراءات اللي وصلت لبنان لهون؟ ما قال ستوب، مش لقله كان وزير الماليه؟ يعني خلينا شوي نوقف نعمل شعبويات، بدنا نبني بلد، بدنا نروح على ذكرى الامام الصدر، بدنا نكون نشبه الامام الصدر. ليش قرر الرئيس بري يعمل شعبويات على ظهر التيار الوطني الحر بهذه المناسبة برأيك؟ بده ينسأل هو، يعني ما بتحليلك. في ما فيك تدعي الناس، يعني لما كان في إيجابية حكومية عم ينحكى عنا اجى الرد بهجوم من نبيه بري مباشر عليكم كتيار وطني حر. يمكن شاف بعض التغيرات الخارجية، يمكن شاف بعض الأمور اللي بلشت تتغير صورتها حتى بالداخل، قرر يستبق بعض الأشياء وهيك يعمل شوية معركة داخلية بالخلاف. كلمة هيك نحن منا شايفين انه اليوم وقت نعمل معارك داخلية، نحن شايفين انه اليوم وقت نخلق تفاهمات اكثر لنقدر ننقذ البلد وما تبقى من هذا الوضع. يعني هين كتير نقعد نرشق بعض، وقلت لك اهون شيء، يعني كلياتهم جسمهم مخردق، فوت اصبعك مطرح ما بدك، يعني بس انه اليوم مش هيدا الهدف. الهدف نقعد نخبر انه من وراء نتيجة سياسات وزارة المالية بالاتفاق مع رياض سلامة هيدي النتيجة عم ندفع ثمنها نحن اليوم، بنخبرك انه اليوم مئاتي كل يوم تأخير عم بيعطي رياض سلامة ارباح هائلة، لانه رياض سلامة كل يوم تأخير عم بياخد من مصريات اللبنانيين، لانه هيدا اللبناني اللي معتر اللي حط مصرياته بالبنك مجبور يصرف، عم بيصرف على دولار اقل بكتير ويسحب على 4000 و8000 ومدري شو، عم بيخسر مصرياته بكل يوم رياض سلامة عم بيرتاح، وبكره رح يجي نهار اذا بقي الوضع هيك سنتين ثلاثة رح يقول رياض انا ماني سارق حدا، انتم صرفتوا مصرياتكم، بتخلص مصريات المودعين وما يقعد حدا يطالبوا بشيء. كل هيدي السياسة، هيدا المقبول، هيدا المطروح. اليوم نحن عم نحكي بوجود نازحين ما سمعنا كلمة منه بخطاب الرئيس بري، عم نحكي بتدقيق جنائي ما سمعنا كلمة
بخطاب رئيس بري. ترسيم الحدود رحنا عليه بصيغة انه لازم وضروري وما بدنا ننطر وكل شيء، اكيد لازم وضروري وما بدنا ننطر وبدنا نستعجل اكثر من هيك بكثير وبدنا نوصل لاتفاق موحد. ليش كان صرنا وصلنا لهيدي النتيجة لو ما بالاخر اقتنع الجميع بما قاله الرئيس عون واجوا اجتمعوا كلياتهم وسلموا رسالة موحدة للمفاوض الامريكي؟ لما كنا قبل مختلفين بسبب كل واحد عنده نظرية مختلفة كنا قادرين نوصل لنتيجة؟ آخر شي جمعنا الرئيس عون، معناتها انه هيدي الجمعة اللي جمعه الرئيس عون هي اللي بتوصل لنتيجة. وهلأ نفس الشي بنقول إننا نجرب نلاقي حل، لازم نكون كلنا مجتمعين ومتفقين قبل ما نخسر كل شي. طب بموضوع الحلول وانه نجرب نلاقي حل، عم تطرح وعم تتحدث انه لا لازم نوصل لنتيجة، لازم نوقف المهاترات، لازم نوقف الخلافات، بس بنفس الوقت انتم متهمون بالصيغة الحكومية الجديدة انه مرة جديدة بتكون تلت معطل او تلت ضامن بتسموه مثل ما بتكون تسموه بصيغة الوزراء الستة الزيادة. شوف عادة بس يكون بدنا شيء ما بنكون مستحيين فيه، نطلع بنقوله مثل ما هو. ونحن اليوم بس دايما لبستكم التهمة، تهمة التلت الضامن او المعطل لبستكم دوما. شوف لما عم بقلك لما تكون مختلف عن البقية ويتفقوا كلهم عليك وتكون عم ينعمل عليك حملة هالقد إعلامية، إيه أكيد بدها تنتشر الخبرية أسرع وتتنقل أكتر. بس أنا بدي أسألك سؤال اليوم، أصلا بأي حق اليوم ما منلتزم نحن بنتائج الانتخابات؟ نحن فينا كنا بالتسعتعش نقول ما بقى بدنا سياسيين، مود الشعب تغير، الناس راحت صوب ناس تانية، روحوا فلوا على البيت، هذا كله حق. كان في حالة غليان وكان في حراك شعبي وكان في متظاهرين عم بيقولوا انه انتم ما عدتوا تمثلوا، صح؟ صح. 19 20 21 22 تحملنا اجت الانتخابات. طب نتيجة الانتخابات اليوم ما بتسمح لرئيس الحكومة انه يستعمل نفس الاسلوب اللي استعملوه بال19 ولا بال20 ولا بال21، خاصة انه هيدي الحكومات ما عملت معجزات. يعني لا حكومة حسان دياب شالت لبنان من ما هو عليه وراحت فينا لمكان آخر، ولا حكومة اليوم عم تعمل معجزات. يعني كل يوم عم نشوف ما شاء الله لبنان عم بيطلع بشكل، يعني بلشنا ننافس أوروبا. يعني فهيدي الصورة كلياتها ما بتسمح. اليوم في نتائج انتخابات، نتائج الانتخابات بتقول هذه أحجام الناس اللي الناس اختارتها. ما له حق الرئيس مئات اليوم يرجع يجيب ناس من الفضاء، بده يرجع للأحجام الطبيعية اللي تمثلت مجلس النواب ويحكي هو إياهن، لأنه هني بدهن ينقوه، هني بدهن يكلفوه. بس بيقولكن على أساس أنتم مترفعين وما بدكن تشاركوا بالحكومة وما بدكن حصص بهذه الحكومة. أنا جورج عم بحكي وبالأساس ما صوتوا، ما عطيتوا صوتكن لرئيس نجيب ميقاتي. أنا عم بحكي بالعموم. هو سألكن وعمل استشارات نيابية وما صوتني له وما سميني ومبسوطين كتير وما بدنا نشارك. عم نقول له اذهب الى رئيس الجمهورية، المكان الطبيعي للتشاور مع رئيس الجمهورية والاتفاق معه ومناقشة الحكومة، وروح عمل حكومة. نحن ما دخلنا بالموضوع وبترجع بتحرطوا عليه وبتفوتوا ببيانات وبيانات مضادة. اذا جرب انه يتعاطى بملف الحكومة وكأني انا الرجل الاوحد اللي فيه اعمل بدي اياه وفيه اخذ صلاحيات الرئيس، اكيد رح نكون اول الناس اللي بدنا نتصرف. بس هو عم بيطلع ويتشاور مع الرئيس عون بهذا الملف، وان شاء الله يقدر يوصل لنتيجه باسرع وقت. وانا باعتقادي انه ممكن يوصل لنتيجه اذا اقتنع الرئيس مئاتي انه هو كمان ما في سيطر على الحكومه، يعني ما في شيء الوزراء مش لإله ويجيب وزراء لإله ويجرب يزيد حجمه بالحكومه للسيطره على الحكومه، ايه رح يوصل لنتيجه اكيد ولح يصير في اتفاق. بس اليوم انطلاقا من اللي عم تحكي فيه انه في متغيرات في برلمان موجود، في كتل، في نواب، في اكثر تمثيل اقل تمثيل، يسعى الرئيس ميقاتي الى ادخال نواب عكار واخذ بعين الاعتبار رايهم، يسعى الى تبديل بالموقع الدرزي لانه اليوم طلال ارسلان ما بيمثل بالمجلس النيابي، الممثل الدرزي لوحده وليد جنبلاط. كثير منيح اجى الجواب من وليد جنبلاط وقال له انا ما بدي سمي. شو بيعمل؟ بيترك وزير شرف الدين. طب بسمي هو عنه؟ مين بسمي؟ هل جد وليد جنبلاط بعدم رغبته بالتسمية؟ واضح كان قال أنا ما بدي سمي، ما بدي شارك بالحكومة. بس حضرتك بتعرف وليد جنبلاط أكتر من غيرك. كرمالك عم بقولك أزكى وليد جنبلاط من أنه يشارك بهيدي الحكومة مع رجل مثل الرئيس مئاتي، ستذهب إلى الفشل بأقرب فرصة. بس علاقتهم كتير منيحة. بس بيعرفوا كتير منيح كمان. وبعتد كل العالم تعرف الرئيس مئاتي.